بس انا عايز يعني هو سبب مهم جدا، او عايز اعرف منكم ايه السبب ان انتوا افضل جيل جه في تاريخ المصري وما خدتوش بطولة، ايه السبب؟ بص يا اسلام، احنا في مشكله عندنا. اولا انت وصلت ثلاث نهائيات كاس احنا مصر، جالنا الكابتن جوهري في 90 او ثلاث نهائيات كاس مصر. الكابتن جوهري جه في 90 قال لنا انا مستغرب لفرقه، اي فرقه عايزه تاخد بطوله بتكسب اهلي وزمالك، انتوا بتكسبوا اهلي وزمالك ما بتاخدوش بطوله. يعني دي مشكله، حاجه يعني غريبه جدا. يعني انتوا كاسبين اهلي وزمالك السنه دي لكن ما خدتوش بطوله، كويس؟ المقاولين عشان ياخد بطوله كسب اهلي وزمالك، اسماعيلي عشان كسب اهلي وزمالك فخد بطوله. احنا مشكلتنا في كاس مصر مثلا لعبنا ثلاثه نهائي مع النادي الاهلي، 1 82 83 و 83 84 تقريبا، 1 86 او 87، 1 كده 87 ده 3-1 على 3-1 3-1 ده 86 85 3-1 في سنتين ورا بعض. بص، هي في اسباب كتير، اسباب كتير جدا، منها ان احنا بنلعب مع النادي الاهلي في مصر، يعني انت في القاهره ممكن ملعب النادي الاهلي، ممكن تغيير مدرب، انت كنت هو تغيير مدرب خسرنا بطوله كاس مصر بتاعه 3-1، كنا كاسبين 1-0. لو انت حضرتك بصيت على الهدف اللي جه فينا اللي تعادل بيه علاء ميمون في الوقت الضايع ومنفرد اللي رقص فيه عادل عبد المنعم، هل متخيل ان احنا كسبانين 1-0 والفريق الاهلي بيبقى المهاجم ينفرد من بره ال 18 ويرقص الجون ويجيبها؟ هتلعب اوفسايد في مصر زي ده؟ لا، مش هنفترض ان هي مش اوفسايد. انا بتكلم ايه، انا كنت موجود في الملعب، وفي قصه بينه وبين لا داعي لذكرها مستر بوشكش. فالمهم يعني اتغيرت انا في اخر 10 دقائق. اتخانقت معايا يعني؟ لا، انا كنت مصاب. فبيقول لي هتبدا المباراه. فقلت له لا، خليني قاعد احتياطي جنبك بحيث ان انا يعني انا مش سليم 100%. لو احتجتني ممكن قال لي لا، هبدا بيك المباراه، انا حاطط الخطه عليك. قلت له طيب معلش، كانت علاقتي معاه كويسه قوي، لو هنزل خليني ايه في الملعب ما تغيرنيش. قال لي خلاص اتفقنا. انت عارف في الاجانب كلمته واحده يعني، بجد مصطفى لو ما اعرفش انت عندك علم بالموضوع ده. المهم يعني، فلقيته في اخر 10 دقائق اللي انا بتمناهم اي مهاجم في الدنيا في الموقف ده بيبقى محتاج ان يفضل موجود في الملعب طالما انت كسبان، وبدا النادي الاهلي يهاجم بكل خطوطه بتتفتح ورا بقى. فبقيت لقيت انا متغير بمين؟ فارس سليمان. بطارق سليمان. طارق سليمان مع احترامي طبعا ليه لعيب جيد ولعيب 10 على 10، لكن ما كانش في الفتره دي المفروض ان انت بتلعب بتملى الناحيه الدفاعيه اكتر. يعني 10 دقايق خلاص. أيوة. نزل مدافع، عايز اقول لك نزل مدافع. كان في حسين قضيه. حسين عبد المنعم. وده يعني في ساعتها المدرب بدون ذكر اسمه برضه قال له لا، بس انا بدون قطع كلامك، الاهداف اللي الناس بتشوفها دي اهداف ماتش الزمالك في كاس مصر، جمال جوده 3-2. الماتش ده كان 3-2 في اسكندريه، تخصص اهلي وزمالك. لا ده جون غريب بصراحه. ده كان في اخر ثانيه على فكره، ماتش خلص. الماتش خلاص، حسين ماود بيبص لمنين خلاص الماتش خلص. فما شافش الكوره. ده تقريبا ضيع الدوري على الزمالك، ضيع الكاس. ده كان كاس. لعبنا نهائي كاس مع الكاس، طلعنا الكاس. برضو في من ضمن الحاجات يا اسلام، النهائي ده المفروض احنا نكمل ونلعب، فراح متاجل، اتلعب في غصص، اتلعب بالزبط. في بدايه الدوري الجديد، انت فاهم ازاي؟ ضمن الحاجات اللي برضو تخسرك بعدين يعني. عندك ثلاث نهائيات كاس اللي احنا لعبناها. مع احترامي بقى للوائح والقواعد ومش عارف، بنلعب فين؟ القاهرة، في استاد القاهرة مرتين، ومرة في استاد المقاولين العرب. يعني في ملعب النادي الاهلي. انا دايما كنت بقول الكلام ده من فترة طويلة قوي، ان المفروض في نهائي الكاس او في بداية الكاس بتقول والله النهائي السنة دي في استاد الاسماعيلية، بصرف النظر من طرفي اللقاء، سواء كان الاهلي كان الزمالك كان الاسماعيلي كان الاتحاد، السنه دي هنلعب النهائي في استاد اسكندريه.
بحيث ان يبقى في تكافؤ فرص. انت بتلعب للاهلي مرتين في استاد القاهره، ما هو ملعبه يعني، هو اكيد اكيد هيبقى كعبه عالي عليك لانه بيلعب في ملعبه يعني، فاهم؟ فانا كنت دايما بتمنى ان نهائي الكاس يتقال من دلوقتي ان احنا مش هنلعب مره، كل مره يتلعب في حته يعني، يلعب في مكان في استاد من الاستادات بدون تحديد مين، ما نعرفش لسه في بدايه القرعه مثلا، احنا هنلعب السنه دي في النهائي في استاد اسكندريه، ممكن يوصل بقى الاهلي، ممكن يوصل الزمالك، يلعبوا هناك. يبقى أيوة في هنا تكافؤ فرص، ما هو كان لاعب يتلعب في استاد القاهره على طول. اي نهائي بطوله سواء كاس او دوري يتلعب في مصر، والمقاولين البطوله وقت 97 اعتقد، ولا في استاد القاهره كاف استاد القاهره برضه. بص اللائحه كانت بتقول كده. جه بقى الدكتور عبد المنعم عماره لما كان ماسك شباب الرياضه، نهائي موسم 90 91 دوري اتلعب على ماتش فاصل في المحله، لعبوا فين؟ كسر اللوائح. ماتش الاهلي والمحله، الاهلي والاسماعيلي في استاد غزل المحله، الاهلي والاسماعيلي اللي هو ال 2-1 اللي هم 2-1 2-0 عاطف عبد العزيز وبشير عبد الصمد. 2-0 ولا 2-1؟ 2-0 وكسب الاسماعيلي بطوله الدوري. ايوه ما انا عايز اقول اتدخل حد عشان يتلعب فين؟ في ارض محايده. بس الدكتور عبد المنعم عشان يعني انا بقول لك انت بتسال على اسباب، ما دي الاسباب اللي خدناش خدنا بطوله، ما دي حاجات احنا ما كانش حاجات بره الكوره، بره الكوره للاسف بنديرها غلط.